اوقات بتفتحي الفريزر بتاعك كده لا تلاقي فيه لا لحمه ولا فراخ لاي سبب من الاسباب، او مالكيش نفس تاكلي لا لحمه ولا فراخ. النهارده بقى جايبه لكم وصفه من وصفات زمان، تكمله لسلسله وصفات زمان، وصفه فلاحي، اكله فلاحي لا فيها فراخ ولا لحمه، برز وبطاطس، هتعملي غدوه بسرعه بسرعه وتنقذي بيها نفسك. يلا تعالوا نعملها مع بعض. حل على النار وهنزل بايه؟ شويه زيت حلوين كده. حلو الكلام؟ وراهم على طول بصلايه مبشوره مقطعه بقى صغير اللي عندك. شوحي بقى يا ست الكل البصلايه دي لحد ما يبقى لونها كده ذهبي حلو كده. خلاص عندي فصين ثوم هنزل على البصل بيهم، مهروسين اهي فصين ثوم عندك حطيه. خلاص بصوا الوصفه دي انا عارفه ان انا هيجيلي في الكومنتس دي وصفة كلها نشويات ورز وبطاطس بس واحنا كده ما استفدناش وفين البروتين. تقدري تعملي جنبها بيض مسلوق، تقدري تعملي البيض مسلوق وتحمريه، تقدري تاكلي جنبها طبق سلطة، خدتي فيتامينز وخدتي بروتين من البيض. بس انا الفكرة في ايه؟ الفكرة ان انا في ناس بيجي عليهم وقت حرفيا فعلا عايزين اي وصفة ما فيهاش بروتينات خالص. الوصفه دي كانوا بيعملوها زمان في الفلاحين وكانت وصفه مشهوره قوي، واكتشفت ان الدول العربيه كمان عارفاها وبتعمل. هننزل بقى على البصل والثوم اللي احنا شوحناه بفلفل، فلفل رومي، فلفل سبايسي اللي يعجبك. شوحيه تشويحه حلوه كده دقيقه واحده بالظبط. وعندي هنا معلقتين صلصه، انتوا عارفين انا بحب احمص الصلصه، لما تحمصوها تاخدوا احلى تيست ليها. خلاص هننزل بقى بمعلقتين الصلصه دول على كل المكونات دي ونحمصها شويه. الوصفه دي بقى بيسموها في الارياف او بيسموها يعني عموما زي ما عملوها قبل كده اسمها كشري بطاطس. انا ما اعرفش ليه اسمها كشري بطاطس مع ان ده مش كشري، هي رز بالبطاطس بس هي اسمها كده. يعني في البلاد الارياف بيسموها كشري بطاطس او رز بالبطاطس او مدفونه البطاطس، سموها زي ما تسموها، المهم ان هي رز وبطاطس. عندي هنا ايه بقى؟ عندي تقريبا 5 طماطميات انا ضربتهم في الخلاط وهنزل بيهم على الصلصه. كوبايه ميه بقى مع كوبايه الايه؟ عصير الطماطم، ونسيب الخليط ده كله يغلي وبعد كده نبهر الصلصه بتاعتنا. توابلي بقى في الوصفه دي بسيطه خالص، ملح وفلفل، رشه كمون، ومكعب مرق، وخلاص على كده. فلفل اسمر وملح، انتوا عارفين وصفات زمان كانت البهارات بتاعتها مش كتير، يعني ما بيحطوش فيها 30,000 جنيه بهارات. خلاص كده. قلبوا بقى كل ده كويس قوي وظبطوا الملح بتاعها. بعد كده هننزل باخر مكونين الرز والبطاطس، وهقول لكم تركه في البطاطس عشان تخلوا بالكم. الوصفه الاصليه اللي بيعملوها في الارياف بيحطوا البطاطس نيه، يعني بيقطعوا البطاطس كده مكعبات وينزلوا بيها على الصلصه وبعد كده ينزلوا بالرز او بالرز والبطاطس. انا ايه مش حابه قوي الفكره ان انا احطها نيه، عشان كده قطعتها مربعات. تدخليها بقى الاير فراير، تحمريها، تدهنيها زيت وتحطيها في الفرن، الحاجة اللي تريحك. بس انا هنا حمرت البطاطس ليه؟ عشان عايزة وانا بقلب الرز ابقى بقلبه كده بقلب جامد، ما يعني البطاطس ما تتهرس مع الرز ويعني وتختفي وما تلاقيهاش في الوصفة. هنزل هنا ايه دلوقتي؟ هنزل دول اتنين بطاطساية عندي قطعتهم وحمرتهم، هنزل على الصلصة. هنا عندي كوبايتين رز غسلتهم وهنزل بيهم على الصلصة بتاعتي اللي لازم تكون بتغلي جدا جدا جدا. ويا سلام كمان بقى لو حتة زبدة او شوية زيت وشوحتي الرز ده فيه في طاسة كده لبره، عايزة اقولك هتاكلي شوية رز مفلفل مع البطاطس والصلصة تحفة. ظبطوا بقى الملح بتاعكم، كل البهارات بتاعتكم اللي هي الكمون والفلفل الاسمر، ولو احتاج الرز شوية مية مغليين انا هزود كده شوية، وهسوي الرز بتاعي عادي بالطريقة العادية جدا. ظبطنا كده بقى الميه بتاعتنا وظبطنا توابلنا وكل حاجه، هنسيبه يستوي عادي جدا زيه زي اي رز عادي، يعني بنسويه شويه يتشرب ونهدي عليه، تقريبا هنسيبه ربع ساعه تلت ساعه بالكتير قوي ونشوف هنكمل وصفتنا ازاي. فلفل معايا اهو بقى واستوى، وبصوا زي ما قلت لكم بصوا البطاطس يعني ما اتهرتش ماسكه نفسها خالص، بصوا كل واحده بوحدتها ليه؟ عشان انا حمرتها، لكن يعني لو كنا حطيناها نيه يعني ما كنتش هتلاقوها. يلا بقى نغرف وصفتي. وصفتي الجميله الاصيله القديمه خلصت. الوصفه دي حقيقي وانا بغرفها كده ريحتها حاسه ان هي بتطبطب كده عليا، عارفين لما تكونوا قاعدين في بيت تيتا بيت جدتكم
وهي قامت بنفسها كده راحت عامله لكم كده وصفه من ايديها من بتوعها. هي الوصفه دي يعني انا متاكده اللي كان بياكلها زمان وهيعملها هيرجع قوي لايام زمان. هي مش محتاجه جرنش طبعا يعني، بس انا بكسر اللون يعني ايه في الكومنتس. عارفه ان في منكم هيقول لي كلها نشويات، انا بعملها علشان افكركم بايام زمان وبعملها حقيقي للناس اللي ممكن تفتح الفريزر بتاعها في يوم من الايام لا تلاقي فراخ ولا تلاقي لحمه ولا تلاقي كبده ولا تلاقي اي بروتين. الوصفه دي لناس معينه او لوقت معين، جربوها واللي افتكر ايام زمان او اللي كان بياكلها او اللي كان عارفها يقول لي في الكومنتس. اشوفكم دايما على خير. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.